السلام عليكم، أطيب الله مساءكم بخير ورمضان مبارك. أنتم الآن على موعد مع كتاب السهرة، الحاجات النفسية للطفل، للدكتور مصطفى أبو سعد. فهل أنتم مستعدون؟ التربية النفسية. اهتم الإسلام ببناء الإنسان بناء متكاملا ومتوازنا، وحدد معالم هذا البناء بأسلوب لا يطغى فيه جانب على آخر، بل جعل كل مجالات البناء تتكامل فيما بينها لتحقق هدفها الرئيسي، ألا وهو بناء الإنسان الصالح، ذلك الإنسان السوي سليم العقل وسليم الجسم سليم البنيان وسليم النفس. واهتم القرآن بالنفس اهتمامه بصلاح المرء، ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها. ولذلك فقد يتم المنهج التربوي في الإسلام ببناء شخصية الإنسان النفسية بموازاة باقي الاهتمامات، باعتباره وحدة متكاملة ومترابطة لا سبيل لإهمال جزء من أجزائها. وكل دعوة إلى الخير أو نهي عن الشر ينطلق من خلال توجيه السلوك الداخلي وبناء الحوافز والدوافع بموازاة بناء الاتجاهات النفسية لدى الإنسان. ولذلك فإننا لا نغالي ولا نبالغ إذا اعتبرنا البناء النفسي أحد أهم المقومات الذاتية للشخصية السوية المنشودة، كما أن اهتمام المربي بالتربية النفسية للطفل المسلم خلال مرحلة طفولته، أي مرحلة التكوين والنمو وبناء المعالم والاتجاهات، أمر ذو أهمية لا ينبغي إغفاله باعتباره أحد أهم العوامل له الكسل وهكذا. ومن خلال هذه المقدمة يمكن تحديد مجموعة من المفاهيم حول التربية النفسية، من بينها: أولا، التربية النفسية إعداد الإنسان نفسيا وعاطفيا لمهمته في الحياة. ثانيا، هي تنمية خصال الخير والصفات الإيجابية لديه ورفعها نحو الكمال الممكن. ثالثا، المحافظة على خصال الفطرة لدى الإنسان والعمل على رعايتها وتنميتها. رابعا، توجيه سلوك الطفل نحو بناء شخصية سوية. خامسا، تعويد الطفل على الضوابط التي تسهم في تنشئته على القيام بالواجبات وفق أحسن الصور وأفضل الأداء. سادسا، بناء اتجاهات نفسية لدى الطفل حول الحياة والكون والإنسان ومهمته في هذا الوجود، وكذلك بناء اتجاهات نحو ما يحيط به. هذه الاتجاهات التي تشكل لديه المعايير لمعرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ والمقبول من المرفوض، وبعبارة أوضح، تأسيس حس لدى الطفل يشكل فرقانا لديه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سورة الأنفال. سابعا، تنمية المبالاة لدى الطفل بالحوافز النفسية التي تشكل طاقة ودافعا نحو عمل الخير كالإخلاص والتشجيع والمكافأة. ثامنا، تهذيب الغرائز وضبطها من خلال قواعد الإسلام دون قمع ولا حرية مطلقة. هذه الغرائز التي يعبر عنها بمفهوم الحاجات النفسية لدى الإنسان. الحاجات النفسية للإنسان عموما والطفل خصوصا. المربي ينطلق من قواعد ليبني، والتربية النفسية تقوم على مراعاة الحاجات الإنسانية واعتبارها في نفس الوقت
نقطة انطلاق نحو البناء الأسلم. وهذه الحاجات يمكن إجمالها فيما يلي: الحاجة إلى الإطمئنان والطمأنينة، الحاجة إلى الحب المتبادل، الحاجة إلى الحياة الاجتماعية والانتماء والعشرة والرابطة الأسرية، الحاجة إلى تقدير المحيط له، الحاجة إلى الحرية، الحاجة إلى اعتراف الآخرين به، الحاجة إلى سلطة ضابطة تحدد له مجال الانطلاق، الحاجة إلى النجاح. هذه الحاجات ضرورة إنسانية من أجل تحقيق عملية التنشئة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي والتكيف، من أجل تحقيق الشخصية السوية غير المضطربة. هذه الحاجات تتطلب من المربي خبرة من أجل توجيهها والتعامل معها بتوازن يحفظ تحقيقها بضوابط، فلا تقمع ولا تترك بدون ضوابط. وفي نفس الوقت يستعين بها المربي لبناء الشخصية وصناعة الرجال. ومن خلال تحقيق التوازن بين هذه الحاجات وتنميتها وفق ضوابط ومعايير، نحقق التوافق والتكامل بين سائر الوظائف النفسية الذاتية لدى الطفل، ونبني الأرضية التي يواجه من خلالها الطفل كل الأزمات النفسية والصدمات والاضطرابات والأحداث الطارئة بشكل إيجابي لا يترك أثرا سيئا لديه. وبهذا أعزائي المستمعين نكون قد أنهينا المقدمة. تابعونا في الجزء المتبقي لاحقا. دمتم طيبين، في أمان الله وحفظه.